أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي بأنه سيكون سعيدا بالتواجد في الجزائر خلال الزيارة التي ستجمعه بشخصيات مهمة رياضيا وسياسيا. هذا وستدوم زيارة رئيس الكاف إلى الجزائر يومي السبت والأحد أين سيكون على موعد مع مع القيام بدورة تفقدية لأهم المنشآت الرياضية. التي ستحتضن كاس امم افريقيا للمحليين